بالثورة. السيد إكرامي سعد علي الصوابي معاق حركيا من مصابي الثورة. نذكر لكم يا سيادة الرئيس نذكر لكم يا سيادة الرئيس أن احتفالنا اليوم يا أمير المؤمنين الله معاك. نذكر لكم يا سيادة الرئيس أن احتفالنا اليوم إنما هو أول احتفال بيوم المعلم يقام بحضور رئيس الجمهورية منذ 50 عاما. وبدعمكم يا سيادة الرئيس يعود للتعليم غرسه الطيب وثماره المرجوة، ويعود للمعلم المصري مكانه المكين ومكانته العلية، ليواصل رسالته في تربية الأجيال وبناء الوطن بمهنة التدريس كأشرف مهنة وأم لكل المهن. كلمة السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل
أن أبدأ معكم بواجب التقدير والعرفان لكم جميعاً في يومكم. عندي أيضاً رسالة تقدير وعرفان أخرى للأمة المصرية. زمان كان مدرس التربية الموسيقية، برضو مدرس بيعلمنا واحنا في الإعدادي: أمي أحبك مثلما أهوى وأرغب في الحياة، أمي أطيعك دائما لأنال رضوان الإله. وكلنا حافظين الأم مدرسة، مدرسة برضو، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فرسالة تقدير وعرفان وحب وتواصل إلى كل الأمهات، إلى الأمهات في مصرنا الغالية، إلى الأم التي تشارككم، تشارك المعلمة في التربية والتكوين وتخريج الرجال بمفهوم الرجال العام، الأبناء والبنات، لكي يكونوا أبناء الوطن الحاملين لمسؤولياته، العاملين لخيره ورفعته. فباسمكم وتحية منكم وبكم ومن خلالكم إلى كل الأمهات في مصر وإلى الأمهات المعلمات أيضاً، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على دربه واتبع هديه إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم معلمين ومعلمات في هذه المرحلة الهامة والدقيقة من حياة مصرنا الحديثة، مصر الجديدة، مصر الثورة، ثورة 25 يناير 2011. وفي هذه المناسبة الكريمة اليوم، في يوم المعلم الذي لا أقول يحتفي به المعلمون فقط، ولكن تحتفي به مصر كلها لما للمعلم من قيمة وأثر داخل كل بيت، داخل كل بيت مصري، ولما له من دور في تنمية رأس المال الاجتماعي والثقافي. هذا رأس مال عظيم الذي يعد أحد أهم مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية على مدى تاريخها. فمصر جميعاً، كلنا نحتفي بكم اليوم اعترافاً بفضلكم وجهدكم، وكيف لا، وأنتم الركيزة الرئيسية لنهضة مصر الجديدة التي تسعى لتأسيس نهضتها على العلم. ولا يمكن لمصر أن تنهض بغير العلم والمعرفة،
العلم والمعرفة أساس البحث العلمي والنهضة والانتقال من الحال الذي كان إلى ما نحب لمصرنا أن تكون عليه. وأنتم من يعمل على تربية وتأهيل النشء وتشكيل وجدان أجيال قادرة على الارتقاء بالمجتمع على كافة مستوياته، فعلتم وتفعلون والأكثر والأكبر بأعلى كفاءة منكم إن شاء الله سيكون. إنكم قادرون بفضل الله في مصر على الارتقاء بالمجتمع على كافة مستوياته الفكرية والفنية والزراعية والصناعية والتجارية والسياسية والصحية والقانونية والدينية والتربوية التكوينية للأجيال. وقد أجمع العلماء والمفكرون والمصلحون والفلاسفة على أنه لا حضارة بدون علم ولا علم بدون معلم. ولذا فإن المسيرة الإنسانية ما هي إلا حلقات متتابعة تشهد كلها بدور المعلمين في بناء الإنسان وفي القلب من هذا البناء بناء فكر الإنسان وتمكينه من تحقيق السعادة والرفاهية وإقامة صرح الحضارة الإنسانية. ولكم جميعاً كمعلمين ومعلمات الدور الرائد في صناعة نهضة هذا الوطن من خلال غرس المبادئ والقيم النبيلة وبذور المعرفة لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. وبالتالي فعليكم تقع مسؤولية تشكيل العقل المصري، ويا لها من مهمة تستوجب توفير كافة الجهود بما ينعكس إيجابياً على المخرجات التعليمية، وبحيث تفرز مواطناً صالحاً. العملية التعليمية الصحيحة بالضرورة تفرز مواطناً صالحاً يؤمن بربه ويخلص لبلده ويبني حاضره ومستقبله وفق رؤية شاملة، فيا لها من رسالة عظيمة. إن مصر وهي تخطو في طريق نهضتها بعد ثورة 25 يناير المجيدة تعتز وتفخر بأن يطلع المعلم والمعلمة المصرية بمهمة تطبيق استراتيجية وطنية للارتقاء بمستوى التعليم في مصر باعتباره مشروعاً قومياً نسعى لتوفير كل الإمكانات اللازمة لإنجازه، ونسعى لتهيئة البيئة المناسبة له من الحرية والإبداع والكفاية المادية والكفاءة البشرية. السيدات والسادة، نوقن أن مهنة التعليم هي المصدر الأساس الذي يمد المهن الأخرى بالعناصر البشرية المؤهلة علمياً واجتماعياً وأخلاقياً، ونعتقد يقيناً أن عملكم في هذه المهنة العظيمة هو خير ما يمكن أن تقدموا لمجتمعكم في هذه المرحلة. والحقيقة أن اهتمام الدولة بالمعلم لا يبدأ من وقت تسلمه لعمله فقط، بل من لحظة اتخاذه القرار بالسير في هذا الدرب المنير، درب العلم والتعليم والبناء والتكوين للنشء الجديد. السيدات والسادة، إن للمعلم حقوقاً مهنية ومادية ومعنوية،
وتعمل الدولة جاهدة على الوفاء بها، ومنها اهتمام الدولة بتأهيل المعلم ورفع كفاءته وتوفير الإمكانات الفنية والمالية لتحقيق ذلك من خلال عدة أشياء: التدريب المستمر وتطوير المناهج وإكساب المعلم المهارات اللازمة وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعداد وطرق التدريس والتقويم ورعاية المعلمين المتميزين والعمل على تنمية مواهبهم وتوثيق إنجازاتهم ونشاطاتهم المتميزة في الدراسات والأبحاث وتعريف الآخرين بها، ومعالجة مشكلات المعلم بأسلوب تربوي بعيداً عن التشهير، وتوفير البيئة المدرسية المناسبة حتى يعمل المعلم براحة وأمان. ومن الحقوق المادية طبعاً لا نستطيع أن نوفي المعلم حقه، يمكن أن نكرمه معنوياً بكل حب وتقدير. حقوقه المادية في الأساس يكافئه عليها ربه سبحانه وتعالى. هذه رسالة الأنبياء، ولم يعرف ولا من معتقداتنا أبداً أن الأنبياء تقاضوا أجراً على ما قدموا في دنياهم، فهذه رسالتكم رسالة الأنبياء. ومع هذا فإن ما يمكن أن نقدمه، ما يمكن أن نقدمه نقوم عليه، ومن ذلك إعطاء المعلم المكانة التي يستحقها في السلم التعليمي، وإعلان الضوابط التي تحكم الرواتب ليعيش بكرامة، وضبط عمليات النقل والترقية، وتقديم الحوافز والمكافآت المادية تقديراً للرسالة النبيلة التي يحملها المعلم، وتحقيق الشعور بالأمن والرضا الوظيفي للتفرغ لرسالته وعدم الاندفاع لممارسة أعمال أخرى. أنا أستمع جيداً إلى ما تقولون الآن وقبل ذلك، وأعرف إن لم يكن كل التفاصيل فمعظم التفاصيل عن المعلم المصري في كل مكان في مصر وخارج مصر، معاراً كان أو مسافراً أو مرافقاً، وأعرف حاله وما يكتنفه من ظروف، وأتابع ذلك علم الله بكل ما أستطيع من وقت وجهد، لأني أعلم أن مكمن النهوض والرقي بهذا الوطن إنما يبدأ من هذا المكان، من المعلم. ومصر التي ثم الصلاة على المختار هادينا يوم المعلم نور نستضيء به، وأكمل النور من إقبال مرسينا، وأكمل النور من إقبال مرسينا. معلمي مصر علموا كل أشقائهم، وأنا بقول بجد يعني علموا كل أشقائهم في كل عالمنا العربي خلال عشرات السنين، وهناك عرفان بذلك أسمعه كلما التقيت بأبناء العروبة من قادة أو من ممثلين لهيئات أو مؤسسات أو من عموم الناس في العالم العربي. فالمعلم المصري دوره
في بعث الثقافة والأخلاق والقيم في مصر في العالم العربي، هذا الدور محفوظ، محفوظ في العقول وفي القلوب، وعند الله أكبر ولا يضيع عند الله شيء. فأنتم كما قلت في البداية فعلتم بفضل الله، أنتم رمز للمسيرة للمعلم، هذه لقطة في التاريخ، لكن قبل ذلك والآن ومن يأتي بعدكم من أبنائكم من حرثكم من غرسكم لا ينسى. فجدوا واجتهدوا، لأن المرحلة في غاية الأهمية والتحدي أمامنا كبير، وأنا علم الله معكم بكل خطوة إلى أمام وإلى غد أفضل لكم ولمهنتكم قبلكم ولرسالتكم معكم، رسالة المعلم. من حقوقكم المعنوية لأن وزير المالية في النظام السابق كان لما يخلينا ناخد على أساس السنة السابقة، المعلمون الوحيدون الذين يحصلون على البدل للسنة السابقة، وهذا ظلم بين، ولذلك لا نستفيد من العلاوة القادمة التي يقولون عليها في الجرائد أنها 60%. المعلمون الوحيدون الذين يتقاضون البدل عن السنة السابقة، وشكرا. إن شاء الله إن شاء الله لا تظلمون أبداً، إن شاء الله إن شاء الله لنت ولا غيرت. أنا قبل كده أصلي كنت قلت بس الناس بيعرفوا عربي كويس. أقعد بس عشان إحنا فضلت الإمام الأكبر معانا. أقعد بس، سامع. بقول أنا كنت قلت قبل كده إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقلت ان في احد القراءات انما يخشى الله من عباده العلماء، فالبعض قال واعترض ازاي، واحنا الحقيقه يعني ما رضناش نقول ايه الحكايه، لكن في 10 مواضع و10 آثار و10 يعني اماكن موجود فيها المعنى الآخر الذي فيه خشية التبجيل والاحترام، وليس خشية الخوف. إنما في المعنى في قراءة حفص إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأنتم مصنع العلماء، أنتم ليس فقط العلماء بحال التربية والتكوين، وإنما أيضاً من معكم وعلى أيديكم وبعقولكم وألسنتكم وقلوبكم يربى ويكون العلماء، فأنتم أقدر بالخشية من الله فيما تفعلون وبما تقدمون للنشأ لأبناء هذا الوطن. 18 مليون اللي موجودين في التعليم العام والفني والأزهري وغيره قبل التعليم الجامعي، 18 مليون هؤلاء كما هم أمانة في رقبة قيادة هذا الوطن، فإنها أيضا أمانة من الله في رقابكم، فلتخشوا الله فيهم، هؤلاء يحتاجون إلى رعايتكم. المدرسة الآن إن شاء الله يعود إليها دورها ويتعود إليها روحها من خلالكم، وأنا أحسب أنكم
الواحد واثنين من عشرة مليون ومن يتعاونون معهم في إدارة الشأن التعليمي، التمنمائة ألف لاثنين مليون ليستكمل العدد عشرين مليون في مصر يعملون في التعليم قبل الجامعي. والتعليم الجامعي فيه أكثر من 2 مليون هو كمان، فإحنا بنتكلم عن ربع سكان مصر في العملية التعليمية، وأنتم فرسان هذا الميدان وهاكم الميدان فلتبدعوا فيه، وإن شاء الله بعون الله أنتم على ذلك قادرون. من حقوق المعلم المعنوية التي نعمل على تلبيتها تغيير النظرة النمطية للمعلم في أذهان بعض أبناء المجتمع، وإبراز الصورة المشرقة له ودوره في بناء الأجيال، وزيادة وعي أولياء الأمور والطلاب بأهمية احترام المعلم وتقديره، ووضع نظام يحفظ للمعلم كرامته من الاعتداءات المختلفة، ومساعدته في حل المشاكل التي تواجهه، وكما أن للمعلم حقوقاً فعليه واجبات، واجبات نحو مدرسته ونحو طلابه ونحو مجتمعه، في أن يكون قدوة حقيقية وألا يدخر وسعاً لإفادتهم علمياً مهنياً وأخلاقياً ونموذجاً وقدوة. السيدات والسادة، لكم كل التحية والتقدير والإجلال من شعب مصر العظيم، ومهما فعلنا فلن نوفيكم حقكم، ولكننا نعمل جاهدين لا أقول على تحقيق مطالبكم فقط المادية منها والمهنية والمعنوية، لكن لنقدم كل ما يعينكم على القيام بواجبكم على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضى، ويحقق الخير والتقدم لمصر الحبيبة. وكانت الخطوة الأولى في ذلك هي الاستجابة لطلب النقابة بكادر حقيقي للمعلم يحفظ عليه كرامته ويحقق له حياة كريمة. ونعمل بإذن الله على تخصيص أراض لعموم المهنيين وخاصة المعلمين كي يحصلوا على مسكن مناسب، كما أننا قد بدأنا بالفعل في اتخاذ الخطوة قبل الأخيرة لجعل الحد الأدنى للأجور والمعاشات واقعاً عملياً في حياة المصريين عموماً والمعلمين خصوصاً، كما تولي الدولة اهتماماً بزيادة ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة، فلدينا في مصر الآن ما يقارب المليون ما بين معلم وإداري وخدمات معاونة، وتنفق الدولة على التربية والتعليم فقط ما يقارب 50 مليار جنيه سنوياً، هذا غير كافي بالضرورة. فاتورة التعليم التي تدفع حقيقةً من الدولة ومن المجتمع أكثر من 100 مليار، الدولة تساهم ب50، ويجب أن يزداد هذا في إطار ما هو متاح من إمكانيات، لكن نحن نسعى لتعزيز ذلك بكل الوسائل الممكنة إن شاء الله. ولا أعتبر ذلك مبلغاً كبيراً إذا ما قورن بحجم الآمال المرجوة المعلقة بكم وبرسالة التعليم المقدسة، ولن نتردد في أن نتحين كل فرصة ممكنة لتلبية مطالبكم وتحقيق طموحاتكم، وذلك كله بالتنسيق التام مع المؤسسات المعنية، وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف ونقابات المعلمين والأزهر معاً مجتمعين أياً كانت أماكن تواجدهم، ف
فالتنسيق مع الجميع ومع النقابة العامة دائماً مستمر لتحقيق هذه المطالب. أعلم جيداً أن للمعلم حقوقاً على الدولة والمجتمع، كما أعلم أيضاً أن المعلم المصري الأصيل سيؤدي واجباته على أي حال، رداً لجميل الوطن وقياماً بالواجب حتى وإن لم تتكافأ الحقوق مع الواجبات. لذا فأنا أعتبر هذه المناسبة يوم المعلم هي بداية الانطلاق في الطريق الموصل إلى تحقيق الآمال والطموحات. نلتقي في العام القادم بإذن الله لنتابع ما نتفق عليه من إنجازات. طبعاً إحنا يعني ما بننساش أبداً، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفساً وعقولاً؟ قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولاً. وصدق الله العظيم القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. كلنا تقدير واحترام وإجلال لكل معلم ومعلمة في أرض مصر، وكل أمل في أنكم تقدرون هذه المرحلة قدرها وتتحركون في وسط هذا العدد الكبير من الأبناء ومن أولياء الأمور. لو متوسط طبعاً كل تلميذ مرتبط باثنين أب وأم، يمكن متوسط كل أسرة منها اثنين أو واحد، يبقى احنا بنتكلم عن حوالي 10 مليون أسرة مصرية مرتبطة بالتعليم، يعني متوسط عدد حوالي 50 مليون مصري لهم علاقة بالعملية التعليمية. والعمود الفقري في العملية التعليمية والفاعل الأساسي فيها والعين الساهرة عليها هو المعلم، أنتم المعلم والمعلمة. وقلت في البداية وأؤكد بالتكرار: لا نهضة لهذا الوطن إلا بالتعليم، تعليم قبل الجامعي، تعليم الأساسي، تعليم الفني، تعليم الجامعي بعد ذلك، البحث العلمي، السلسلة متواصلة. والخريج والمهني ابن هذا البيت، فإن خيراً فخيراً، وإن شاء الله يكون خير لهذا الوطن. شكراً لكم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً. شكراً جزيلاً. هو الذي يأتي بالنهضة ويؤكد أن المعلم هو حجر الزاوية في عملية التعليم وفي عملية النهضة. هكذا كانت احتفالية يوم المعلم.